اعتبر فيب بتاعك خلص. ايوه الدنيا خلصت يا ريس. أيوة. اي مشكله تاني؟ بس ابغى اسالك سؤال. تفضل. انت بتاع مشاكل الشعر تعرفت منين؟ ده انا اشوف مقاطعك في التيك توك كثير وانا جايك من السعوديه من منطقه الجوف وما في ولا كريم ضبط شعري كيرلي وجاي اجرب عندك. ازاي يا عم؟ والله بس انت عندك مشكله في شعرك. اي والله وانا موجود. ما يعني الكلام ده. طب صل على النبي. اللهم صل. هقول لك على نوع كريم وهقول لك ازاي تعرف اذا كان اصلي ولا مش اصلي. اتفقنا؟ اتفقنا. اول حاجه تبدا تعملها واول خطوه علشان تتعود تعمل كده في البيت عندك في السعوديه لازم تتاكد من حاجه. ده كريم دوتش. أيوة. العلامه المائيه محفوره فين؟ عليه. تمام. في ناس بتقول في الفيديوهات ان الكريم ده سايب. انت شايف الكريم ده سايب؟ لا. بص اهو حط ايدك كده. بص بص الكريم عامل ازاي. أيوة. كل ده سايب. هتاخد حته بالمقدار ده كده. تمام. تروح جاي قافل برطمانك تتاكد ان الاصلي عليه العلامه المائيه. اتفقنا اخويا؟ اتفقنا. بعد كده تروح جاي داعك في ايدك بالشكل ده كده. خلي ايدك تشرب على وش الشعرين من فوق كده كده. بص بالشكل ده كده ايدك كده وهتدخل وتطلع بالشكل اللي انت شايفه ده كده. تمام. اتفقنا. تاني خطوه هتجيب الديفيوزر. الاستشوار ده اي نوع استشوار والديفيوزر ده. ما عندكش الكلام ده هتسيب الشعرية ربع ساعه تمشي. اتفقنا. اتفقنا. نشف كده. بص اهي هتسحب الشعرية لبره وانت بتنشف الديفيوزر هتسحب الشعرية لبره كده اهو اهو. بص بص الكلام. ركز هنا. تاني خطوه هتعملها بعد ما تنشف بالديفيوزر او تسيب الشعرايه تنشف ده دوج ووكس بالارجان برضو. هتاخد حته صغيره بالمقدار ده كده يا ريس. تمام. وبعد كده هتدعك في ايدك كده كده على وش الشعرايه عشان تاخد اللمعه بتاعتك الجميله وعلشان تاني حاجه الشعرايه ما تهش منك تبقى ثابته زي ما هي كده يا باشا بالشكل الجميل ده كده. ركز عشان تعمله في البيت الشكل الجميل ده كده. تمام. وبعد كده المره الجايه بقصر الشعره شويه عشان الشعرايه عاليه قوي. اتفقنا؟ اتفقنا. اسمك ايه بقى؟ غريب. احلى غريب في الدنيا. احلى ناس السعوديه يا عم. نورتنا يا عم. بنورك. مصر الثانيه بلدك. خد بالك يعني. الله يسعدك. تمام؟ حطيت لك كريم بالشكل ده كده. ثالث خطوه تعملها وهو المحجر الرئيس. ده براند سوري. اظن انت اول مره تشوف حاجه زي دي. ايوه. ده براند سوري. ده هترج 1 2 3 4 5 1 اتنين. وضوخ شعرك مش هيتحرك. بعد ما تخلص دوت الشوكة دي رخيصة ب 15 جنيه. هتروح جاي حاطط كده هتحط ترفع تشيل. حط ارفع شيل. هتعمل ايه بقى؟ حط ارفع شيل. انا بعلم الناس اللي مش عارفة تعمل كيرل. حط ارفع شيل. حط ارفع شيل. ثلاث خطوات هنعمل ايه؟ حط ارفع ارفع شيل. الله يكرمك. ايه رايك؟ كويس. الكريم ده ظبط معاك؟ والله ظبط. كله تمام؟ تمام. في اي مشكله تانية عندك؟ لا والله سلام. تبقى في تمام يا ريس؟ تمام كل حاجه. اي حد عنده مشكله يكتب في الكومنتات وانا هطلع احلها لك. بالنسبه للناس اللي بتقول ان الكلام ده كله غلط تحب تقول لهم ايه؟ والله انتم بس تعالوا جربوا وتشوفون الواقع. شهاده من المملكه العربيه السعوديه ان الكلام كله تمام. ارفع.